الموضوع، ولكن هنا هو اكتساب الكترونات، يعني خلينا نقول هو اكتساب الكترونات. فريكشن وير ترانسفير اوف الكترون از انفولفد ار ذوز كولد اوكسيديشن ريدكشن او ريدوكس ريكشن. فبالتالي التفاعلات التي تحدث فيها انتقالات الكترونيه او تتضمن انتقال الالكترون هي تفاعلات يطلق عليها ومختصر لها نقول عليها ريدوكس. افضل ماده اللي هي كيمن وفور برمنجنات البوتاسيوم، بوتاسيوم برمنجنات is always used standard solution. يعني برمنجنات البوتاسيوم تستخدم دائما كمحاليل قياسيه، ولكن انا هنا ما قلت اوليا، ما قلت برايمري، وانما قلت شنو ستاندرد سوليوشن، يعني بالتالي نجعلها بشكل ستاندرد، اي ما نعرف تركيزها من خلال ماده قياسيه اوليه اللي هي اوكزاليك اسيد او صوديوم او بوتاسيوم اوكزاليك. ليش البرمنجنات نستخدمها كستاندرد سوليوشن؟ اولا للحاله التوكسيديه العاليه لها، يعني بالتالي هو عامل مؤكسد قوي جدا، مركب ذو نقول خصائص تأكسد عاليه، لذلك نستخدم محلول قياسي. وبالتالي هو في العموم يستخدم في نقول تصحيحات لأكسدة اختزال، وبالتالي هو يعاني الأكسدة تحت شروط. هذه الشروط بأن يجب أن يكون المحلول حامضي، يعني هنا عندنا are carry out under strong acid solution. هو بالتالي شروط المحاليل الحامضية القوية. هنا يقول but not in HCl or HNO3، يعني هنا لا يمكن استخدام ال HCl، واحنا نعرف HCl حامض قوي، وكذلك HNO3 هو حامض قوي، ولكن هنا ما نقدر نستخدمهم. ليش؟ لان ال HCl يتاكسد الى الكلور، غاز الكلور كلورين دايوكسيد، لان يعاني بالتالي HCl يعاني تفاعل مع البرمنجنات. تفاعل هذا التفاعل راح يؤدي الى استهلاك جزء من البرمنجنات، فبالتالي لا يمكن استخدامه. وكذلك الحال بالنسبه لحامض النتريك ايضا يعاني تفاعل اكسده مع البرمنجنات، فبالتالي لا يمكن استخدام حامض الكبريتيك. فبالتالي لماذا نستخدم حامض الكبريتيك ولا نستخدم ال HCl او ال HNO3؟ لان نقول ال HCl او ال HNO3 راح تتاكسد مع البرمنجنات، فبالتالي تتفاعل الماده القياسيه. احنا نريد عامل مساعد، او احنا نقول كونديشن للسوليوشن، يعني يخلي لي الوسط حامض، بينما حامض الكبريتيك لا يعاني نقول تفاعلات اكسده اختزال مع البرمنجنات. ماشي؟ فاذا نستخدم حامض الكبريتيك كوسط سترونج اسيد سوليوشن في تفاعلات برمنجنات البوتاسيوم. البرمنجنات البوتاسيوم كمنغنيز من موجب 7 يتحول ريديوس يختزل الى موجب 2، هنا موجب 7 وموجب 2، نلاحظ كانه اكتسب الكترونات، صح لو لا؟ ولكن احنا هنا كاتبين ريديوس اختزل، يعني عانى اختزالا، العامل المؤكسد يعاني اختزالا، والعامل المختزل يعاني اكسد. ماشي؟ فهذه شوي نفرق بيناتها. واحنا البرمنجنات هو شنو؟ معامل مؤكسد. لماذا يعاني اختزالا؟ من موجب 7 الى موجب 2، يعني اكتسب الكترونات، عكس لفظ الكلمه. الاختزال هو النقصان، ولكن هو اكتساب الكترونات، هاي نخليها ببالنا. وبالتالي التفاعل راح يكون البرمنجنات البوتاسيوم يتفاعل مع حامض الاوكزاليك في وسط حامضي اللي هو حامض الكبريتيك، يعطينا كبريتات البوتاسيوم ويعطينا المنغنيز بصيغته الثنائيه،
ويعطينا غاز ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى الماء. هذا هو التفاعل مالتنا. هل هذا التفاعل موزون؟ لا، أكيداً غير موزون. راح نتعلم شلون نوزن هذا التفاعل اللي هو من ضمن تفاعلات الأكسدة والاختزال. Condition of oxalate with permanganate titration. Acidic media يجب أن يكون الوسط حامضي using 20 milliliter of normal H2SO4 حتى نضمن بأن الوسط حامضي قوي، نضيف 20 مللتر من حامض الكبريتي. ليش ما استخدمنا HNO3 قبل شوي؟ قلنا شو يصير اذا استخدمنا HCl وشو يصير اذا استخدمنا HNO3. كذلك من ضمن الكونديشن بان انا المحلول ماتي لازم اسخنه، يعني محلول التفاعل يجب أن يسخن إلى 70 درجة مئوية ولكن ليس إلى البويلينج، ليس إلى البويلينج. ليش؟ هنا أيضا جدا مهم، لأن إحنا من خلال نواتج التفاعل إذا تشوفوها ما إيش موجود عندي من ضمن نواتج التفاعل؟ عندي غاز ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون شكل ما تعرفون هو ممكن أن يذاب في المحلول عند تحرره، فبالتالي حتى أسهل عملية طرده من المحلول وأخلي التفاعل بالاتجاه اليمين يسري بهذا الاتجاه اليمين نحو النواتج ويكون سريع، هذا التفاعل أسخن المحلول، فبالتالي الأجل منه هي فقدان غاز ثاني أكسيد الكربون. وليس إلى الغليان، ليش من حول إلى الغليان؟ يعني هنا ربما طالب يقول قل زين ليش من غليه؟ ليش احنا نقول أقل من الغليان، نخليه تقريب 70 أو أقل، يعني فقط تسخين بسيط. نقول له لأن احنا راح نستخدم الأوكزالات أو حامض الأوكزاليك. حامض الأوكزاليك بطبيعته في الوسط الحامضي بدون أي شيء آخر ممكن أن يعاني نقول أكسدة، لأن هو حامض عضوي من مجموعتين كربوكسيل، يعني هو عبارة عن COOH مربوطات مع بعض، يعني كأنه عدي من هاي الجهة COOH ومن الجهة الثانية COOH، والكربون مع الكربون مرتبطات آسرة أحادية، فبالتالي في الوسط الحامضي وبالغليان ممكن يؤدي إلى أكسدة، ولذلك نسخن بصورة نقول أقل من 70 درجة مئوية. والسبب الآخر قلنا هو لأجل تحرير غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو ناتج التفاعل. هذا ناتج التفاعل يمن أسوي طرد إلى من المحلول، يعني إحنا نعرف الأكسدة والاختزال، كل تفاعلات الأكسدة والاختزال هي نقول بها إكوليبريا، بها اتزان، يعني أكو سهم يمين وسهم يسار، فبالتالي يمن أحد النواتج دائما تسوي له طرده من نقول التفاعل المادي، راح شخل التفاعل يسري نحو النواتج أكيدا، فبالتالي هنا التسخين بفائدتين، العفو فائدة واحدة اللي هي طرد غاز ثاني أكسيد الكربون وبالتالي لتسريع التفاعل نحو النواتج. أما لماذا مو للغليان؟ لا، أكو سبب آخر بأن الحامض الأوكزاليك في الوسط الحامضي عند الغليان ممكن أن يعاني أكسدة. نجي للبروسيجر مالتنا. البروسيجر هو بشكل أي بروسيجر شرحناه، بأن أنا عندي مادتين، مادة النون ومادة نقول ستاندرد. هسه هنا الاوكزاليك اسيد او الاوكزاليك اصبحت هنا برايمري ستاندرد سوليوشن، صح ولا لا؟ والبرمنجنات هي الماده المجهوله، فبالتالي البروسيجر هنالك احدى المادتين تكون بالكونيكال والاخرى تكون باليبيوريت. الافضل دائما بما انه اسوي ستاندرزيشن للبرمنجنات، يعني كانه راح استخدم البرمنجنات مره ثانيه، صح ولا لا؟ يعني كأنه راح استخدمها بشكل مال HCl، تتذكرون
الاتش سي ار سوينا له ستاندرزيشن ويا الكربونات الصوديوم، صح لو لا؟ وبالتالي بعدها استخدمناه ايضا مثلا لايجاد صوديوم هيدروكسيد، لايجاد هيدروكسيد الصوديوم. وين وضعناه؟ وضعناه بالبيوريت. زين، وتتذكرون قلنا اذا يجينا العنوان تايتريشن اوف صوديوم كربونيت ويز هيدروكلوريك اسيد، قلنا بعد كلمه ويز حتكون هي الماده اللي بالصحاحه واللي قبلها حتكون بالكونيك. هنا بهذا التايتريشن كذلك، بما انه راح نسوي ستاندرزيشن للبرمنجنات، والبرمنجنات راح نستخدمها مره ثانيه، فاذا من المفضل بان تكون البرمنجنات وين؟ بالبيوريت، لان يعني راح استخدمها مره ثانيه. كذلك راح هذا البرمنجنات تكون لونها داكن بنفسجي داكن، راح اقيسها اصبحت المحلول ملون وليس شفاف بشكل ما شفناه بالنسبه للاتش سي ار. هنا راح يكون ملون، شلون اقيسه؟ احنا عرفنا الشفاف على التقعر، صح لو لا؟ هنا لا، اصبح المحلول ملون، فهنا بما انه لا يظهر عندي التقعر فراح اخذ المستوى الاعلى للمحلول هو القياس مالتي. اعيدها، بما انه المحلول ملون فبالتالي وراح اضعه وين؟ بالبيوريت اللي هو برمنجنات البوتاسيوم، فبالتالي شلون اقيسه؟ اقيسه هنا ما يظهر عندي التقعر مالته، وانما يظهر المستوى الاعلى للمحلول، فبالتالي هنا يكون المستوى الاعلى هو الحد الفاصل لقياس نقول محلول برمنجنات البوتاسيوم. هنا هذه جدا مهمه، ملاحظه جدا مهمه، لان احنا بالاساس التايتريشن هو القياس الدقيق للحجوم. شلون اقيس الحجم من خلال البيوريت؟ جدا مهم هذا، لان انا كل شغلي حيعتمد على هذا الشيء، هو القياس الحجم الدقيق. اذا ما اكون دقيق في قياس الحجم يعني شغلي كله يصبح معرض للخطأ، صح ولا لا؟ فبالتالي هنا شلون اقيس مستوى المحلول وهو يحمل لون داكن غامق؟ فاخذ المستوى الاعلى للمحلول، اعتبره هو هذا المستوى، واقيس على ضوءه نقول التدريج مالتي بالبيوريت. هنا راح يكون بالبيوريت هو محلول برمنجنات البوتاسيوم اللي هو شنو هو المجهول هنا، برمنجنات ما اعرف تركيزه. بالكونيكال راح انقل 10 مللتر من محلول الاوكزالات او الاوكزاليك اسيد اللي تقريبا احنا دائما تذكرون احنا نستخدم محاليل مخففه، الغايه منها هي سلامتكم اولا، وثانيا نقول هي لاجل التعليم، يعني حتى نتعلم بصوره امنه نستخدم محاليل نقول احنا مخففه، فبالتالي لا تاثر علينا عموما، حتى لا سمح الله صارت نقول ممكن تلافي. هنا عندنا محلول البرمنجنات عامل مؤكسد قوي، فهنا أنا لازم اقرا نقول المحاذير مالته شلون اتعامل ويا المواد المؤكسده القويه. طبعا لازم نقول احنا نضع هذا في الحسبان. قلنا محلول الاوكزالات نقلب 10 مللتر في الكونيكال فلاسك باستخدام البايبيت، عرفنا شلون نستخدم البايبيت، اكيد ننقل للكونيكال فلاس 10 مللتر من محلول الاوكزالات اللي هو معلوم التركيز اللي هو 0.1 ايكوفلنت على احنا الكونديشن مال التفاعل مالتي حامضي، فبالتالي نضيف للكونيكال فلاس 20 مللتر من 2 نورماليتي H2SO4. هنا لازم ناكد بما انه الوسط حامضي وباضافه 20 مللتر من H2SO4 تركيزها 2 نورماليتي، هاي ال 20 شلون انقلها؟ هل هي ال H2SO4 ماده مجهوله؟ لا، هي معلومه في التركيز، لان هي هل هي الستاندر اللي انا يعني راح اعتمد عليه؟ لا، اذا هو نقول عامل مساعد او عامل لتوفير الشروط التايتريشن. لمن انقله؟ هنا انقله استخدم السلندر،
يعني هاي ال 20 ملل لتر مو شرط بالضبط 20، ممكن اقل بنص ملل لتر او اكثر بنص ملل لتر، مو اشكال، لان هذه ما راح تدخل بالحسابات مالتي. بالتالي شو استخدم؟ استخدم السلندر او جراجويتد سلندر لقياس هاي ال 20 ملل لتر. اوكي، من H2SO4. هنا H2SO4 هو حامض مركز، حامض يعتبر مركز 2 نورماليتي، وهو حامض قوي. فهنا التعامل وين يكون؟ بالهود، يعني H2SO4 راح تلقوه بالهود موجود. بالتالي انقل منه 20 مللتر بالسلندر ومباشرة اضعها وين؟ بالكونيكال فلاسك. بعد ما ضعتها بالكونيكال فلاسك ويا الاوكزالات، اخذ الكونيكال فلاسك واوديه على الهوت بليت اللي هو السخان، زين، او المسخن، واحاول اسخن بحدود 5 دقائق او اقل، بحيث تكون درجة الحرارة المحلول اقل من 70 درجة مئوية، يعني اقل، بحيث يكون احنا نقول بعد ما يكون حار اروح اضيف، نقول من خلال السحاحه، محلول برمنجنات البوتاسيوم اللي هو المجهول، بسوي احرك الى ان لون البرمنجنات، طبعا احنا قلنا داكن هو لونه بينك، فبالتالي هذا اللون يختفي باضافه قطره واحده او قطرتين، لما اشوفه يختفي استمر بالتايتريشن. افتراضا لا، شفته ما اختفى اللون، اول ما ضفت قطره قطرتين بقى اللون، بقى اللون بينك لكن يكون فاتح. هنا انا شو اسوي؟ اروح ارجع للتسخين، لان التسخين كان مالتي غير كافي، لطريقة ثانية اكسيد الكربون، ماشي؟ فبالتالي شو اسوي؟ اروح اسخن مرة ثانية يختفي اللون، اجي ارجع، نقول اجي ارجع للسحاحة وابدي التسحيح مالتي، اسحح بشيء اكيد قبل التسحيح، اشوف قراءة السحاحة ايش قد، اسجلها. بعد الانتهاء من التسحيح ونقطة الانتهاء، هنا راح اللون المحلول راح يكون فاتح بينك، يعني في نهاية التايتريشن راح يصير يعني من كلرلس يتحول الى لون بينك فاتح، نقول بنفسجي فاتح. فبالتالي ظهور هذا اللون دلالة على زيادة البرمنجنات، يعني كأنه الأوكسالات كلها تفاعلت وتحولت إلى CO2H2O، وأي قطرة زيادة من البرمنجنات راح تؤدي إلى تلوين المحلول. العملية هذه اللي هو نقول الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ذولا تسوي لهم، أعيدهم عدة مرات، يعني بعد ما أغسل محتويات الكونيكال واغسله بالماء المقطر، واجي ارجع مرتب ثاني اخذ 10 مللتر من الاوكزالات، اضيف له 20 مللتر من حافظ الكبريتي، اسخن، اسوي التايتريشن واخذ القراءه قبل الاضافه وعند نقطه الانتهاء، اشوف حجم البرمنجنات ايش قد. هذه اسويها ممكن 3 مرات، بس هنا الشرط الاساسي هو الدلتا في بين هذه القراءات اللي راح اخذها، لازم ما تتعدى بلس ماينس 0.1 مليلتر. واحد ما اقدر احققها بالنسبه للبيوريت اللي عندي موجوده. ليش ما اقدر احققها؟ لان يعني احنا قلنا البيوريت مالتي تقيس 0.2، فبالتالي ممكن ان تتطابق القراءات او ممكن ان تكون 0.2 بيناتها كفرق، ماشي؟ اخذ قراءتين الفرق بيناتها 0.2 مليلتر أو متطابقة، ممكن أن تكون متطابقة القراءة، وآخذ الـ average of volume of KMnO4. بالتالي أحسب، نقول حجم أو معدل حجم برمنجنات البوتاسيوم. الغاية من هنا حتى أستخدمه وين؟ بالحسابات مالتي لإيجاد normality of KMnO4. القانون مالتنا، القانون التصحيح، هو مكافئات البرمنجنات تساوي مكافئات الاوكزالات. واحنا قلنا ان المكافئات يعني اللي هي نستخدم، ممكن نستخدم النورماليتي في الفوليوم للبرمنجنات تساوي النورماليتي في الفوليوم للاوكزالات.
الاوكزالات ايش قد النورماليتي مالتها؟ 0.1. حجمها ايش قد؟ 10. هنا طالب يجوز يسال يقول لي وهاي ال20 ملي لتر مال الحامض، اقول له هذه لا تحسب. انتبه، ال20 ملي لتر مال الحامض هاي لا تحسب بالحسابات مالتنا. ليش؟ لان هذه ذا كونديشن اوف رياكشن، هذه هي حتى توفر لي شروط التفاعل، ماشي؟ فبالتالي لا تحسب، فقط اللي نحسبه هو ال10 ملي لتر من الاوكزالات واللي تركيزه 0.1 اكوفلنت على اللتر. نجي للطرف اليسار اللي هو النورمالتي في الفوليوم للكي ام ان او 4. البي هنا نستخدم الافرج اللي وجدناها من خلال قراءتين او ثلاث قراءات متقاربه، زين؟ شو قال المجهول؟ هو النورماليتي اوف كي ام ان او 4، فبالتالي ممكن ايجابي. بهالحاله اني كانه سويت ستاندرزيشن اوف كي ام ان او 4 للبوتاسيوم برمنجنيت اللي هو هدف التجربه مالتي. نركز على منظومة التايتريشن. منظومة التايتريشن بيوريت تحتوي على كي ام ان او 4 سوليوشن اللي هو الانون ماتي والكونيكال فلاس زاليت او الاوكزاليك اسيد سوليوشن وهنا أنا واسفلها اكو عندي غرفه فيها حضيره هي الغايه منه حتى يبين اللون. زين هنا أنا اسال سؤال، استخدمنا دليل لو لا بهذا التايتريشن؟ هنا ما استخدمنا دليل. زين ما استخدمنا دليل، ليش ما استخدمنا دليل هنا؟ شنو السبب؟ لان احدى المواد اللي انا دا استخدمها شبيهة ملونة، فبالتالي هي تعتبر انديكيتر ذاتي. احدى المواد يعني دا استخدمها اللي هي البرمنجنات هي ملونة، فبالتالي اي زيادة من عندها راح تلون المحلول. مفهوم؟ اذا هنا ربما سؤال يعني يجيكم ليش ما استخدمنا ما استخدمنا الدليل بهذا التايتريشن؟ نقول لان كيم ان اوف اور بينك كلر، صح لا؟ اي زياده من عده راح تؤدي الى ظهور او معرفه نهايه التصحيح او الاند بوينت اوف تايتريشن. هاي بالنسبه للتجربه الاولى. هسه نجي لمن؟ للتجربة الثانية اللي بعدها مباشرة لازم تحصل، لأن بيتش سوينا ستاندرزيشن اوف بوتاسيوم برمنجنيت. الآن راح شو نسوي؟ نشوف تايتريشن اوف فيروس ويز كي ام ان او 4. يعني كأنه أنا هنا عندي السامبل مالتي الفيروس والكي ام ان او 4 هو راح يكون الستاندر. بعد ما عرفت تركيز الكي ام ان او 4 من التجربة الماضية راح استخدمه لتقدير الكمي الملي للفرص. هنا البرمنجنات تتفاعل مع الفرص اللي هو الحديدوس ايضا في وسط حامضي وتكون لنا نقول ام ان بلس 2 زائد الفرك بالاضافه الى الماء. هنا ملاحظه لموازنه تفاعلات الاكسده والاختزال بصوره سريعه. أحاول أجد العناصر التي عانت أكسدة اختزال بالنسبة للرياكشن مات. من هي العناصر اللي عانت أكسدة اختزال؟ بالنسبة للبرمنجنات هو المنجنيز اللي هو الام ان، وبالنسبة للحديد هو الاف اي. أما الحامض H2SO4 هو كونديشن، يعني ما عانى أكسدة اختزال، بقى على حال. زين هنا أنا شلون أسوي؟ أوازن المعادلة، اشوف الام ان ايش قد الحاله التوكسيديه له من خلال قياسه. هنا نقول الام ان او 4 سالب 1 هيكون عندي، يعني او كي ام ان او 4 ماشي بدون سالب، الكي هو موجب 1، الاكسجين هو 4 ذرات، الاكسجين هو سالب 2، والام ان اعتبره اكس ما اعرف ايش قد، فأجد العدد التوكسيدي إله اللي هو راح يساوي لي موجب 7. بالنواتج ايش قد كان؟ موجب 2،
فالفرق بيناتهم مش قد، بين موجب 7 وموجب 2 مش قد الفرق؟ 5. يعني نقول احنا هنا كأنه اكتسب كم الكترون؟ 5 الكترونات. بينما الحديد كان موجب 2 اصبح موجب 3، ايش قد فقد؟ 1 الكترون. يعني الحديد فقد 1 والمنغنيز اكتسب 5. نيجي سؤالنا بالنسبة للإيتا، بالنسبة للمواد التي تعاني أكسدة واختزال، الإيتا لها هي ماذا يساوي؟ يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة أو المفقودة. فبالتالي الإيتا لإف إي يشقد؟ 1. وللأم إن يشقد؟ 5. تذكرون قلنا، إذا تتذكرون شوي، هنا قلنا بالنسبة للإيتا وين تكون؟ تكون بالضبط للمادة الثانية. يعني الإيتا المادة الأولى هي تساوي عدد مولات المادة الثانية، فبالتالي حتى أوازنها راح شي يكون أدي أضرب كأنه الإف إي في 5، لأن الإيتا هاي الـ5 لمن تعود؟ للبرمنجنات، للأم إن. والواحد لما نضربه للام ان او 4 واوازن المعادله. بعد ما وزنتها هنا أنا اشوف الاكسجين هنا بالام ان او 4 هو 4 ذرات، فبالتالي النواتج الH2O اضربه في 4 حتى اساوي عدد ذرات الاكسجين. هنا عندي راح يصير عندي الH2SO4 جد، هنا للماء يكون 4 في 2 8، فبالتالي أيضا H2SO4 أضربه في 4 حتى أساوي عدد ذرات الهيدروجين فيه، وبالتالي أحصل على معادلة موزونة. هذه في كيفية توزيع، عفوا، موازنة في المعادلة أكسدة اختزال. يعني نلخصها بالتالي، بالبداية أشوف العدد التوكسيدي للمادة، للعامل المؤكسد وللعامل المختزل، تحول من المتفاعلات إلى النواتج، الفرق بيناتهم أضربه للمادة الثانية، أوكي؟ بعد ما أضربه للمادة الثانية بالمتفاعلات والنواتج، هنا أجي أوازن عدد ذرات الأكسجين اللي موجودة بالمي. شلون أوازنها؟ أشوف هنا الأكسجين بالنسبة للعامل المؤكسد أو العامل المختزل، فنقول نضرب عدد ذرات الأكسجين اللي في الماء. هنا بما أنه الأكسجين عندي بالام ان او 4 4 او، فأضرب جزيئات الماء في 4، يعني وازنت ذرات الأكسجين. بعدها راح نوازن ذرات الهيدروجين من خلال H2SO4 اللي هو نقول 4 في 2 8، هنا عندي H2SO4 هو ايضا نضربه في 4، واخيرا نضرب الـ SO4 في 4. هاي كيفية موازنتها بصورة سريعة. وانا اتمنى ان شاء الله نلتقي بعد الامتحانات فاعلمكم اياها يعني بصورة اسرع على السبورة، لان تحتاج نقول ورقة والعب قلم وسبورة حتى تفهموها بصورة صحيحة في موازنة في معادلات الأكسدة والاختزال. نجي للتايتريشن مالتنا اللي هو كوانتيتيف اوف فيروس. هنا اصبح عندي المجهول هي الفيروس سلفيت. الفيروس سلفيت راح وين تكون؟ الكونيكال فلاسك، ايضا انقل 10 مللتر او حجم المجهول بواسطة البايبيت، وضعها بالكونيكال. بعد ما أضعها بالكونيكال أضيف له 10 مللتر من H2SO4 2 نورماليتي، وهنا ما سخن. ليش هنا ما سخن؟ لأن ما عندي يعني CO2 بالنواتج حتى نقول أخليه يتحرر من المحلول، ما عندي. بالتالي هنا ما عندي تسخين. نسوي بعدها اسوي تشكيك كيمينوفور، فبالتالي اشوف المحلول كيمينوفور بالبدايه القطرات تختفي، اظل اضيف بشكل قطرات الى ان يظهر محلول
يقول اللون المحلول بشكل بنفسجي اللي هو بالكونيكال اتوقف عن الاضافه، هاي زياده من البرمنجنات يمثل زياده من البرمنجنات اللي هي تبين لي نقطه انتهاء. اعيد ايضا التجربه اكثر من مره بحيث احصل على ثلاث قراءات او قراءتين الفرق بيناتها نقول 0.1 او 0.2 مللتر، واخذ الافرج للمحلول واستخدم الكالكوليشن مالتي. هنا أنا راح شو يكون الكالكوليشن؟ هو نقول عدد مكافئات الفراس تساوي عدد مكافئات البرمنجنات. اوكي، عدد مكافئات الفراس هنا أنا ما اعرف فقط الحجم، فبالتالي 10 الحجم الان ما اعرفه للفرس يساوي البرمنجنات. قد طلعت عن الان بالتجربة الماضية للبرمنجنات قد كان النورماليتي مالتها، اجي استخدمه هنا الحجم، اجي اخذ الافرج مال حجم البرمنجنات اللي خلال التصحيح واستخدمه لايجاد النورماليتي اوف الفراس سيلفي. هنا أنا هاي حساباتنا. تيجي هنا أنا مثلا عندنا من ضمن الدسكشن للتجربه مالتنا الاكسده اختزال هي هذه الأسئلة، ليش شلون نسوي نقول البالانس ريدوكس ايكويجن، شلون نسوي اتزان او موازنة المعادلات اكسده الاختزال. هو سكند ستاندرد سوليوشن او برايم سكندري ستاندرد سبستانس، ليش شرحناه ايضا، هذا هي من ضمن الأسئلة اللي ممكن ان تسأل لكم كويز او ممكن تسأل نقول اورال. بهذا نقول التايتريشن ما استخدمنا انديكيتر، ليش ما استخدمنا انديكيتر بهذا نقول التايتريشن ايضا جدا مهم. هنا الاوكسيديشن اور ريدكشن اور اوكسيديشن ايجنت اور ريدوسينج ايجنت، هنا عرف لي اياهم ايضا هم موجودين. الاوكسيديشن هي عمليه شنو يصير بها، والريدكشن شو يصير به، وعامل المكسد والعامل المفرز العفو. هذه هي الاسئله اللي ممكن ان تسال لكم خلال الاورال التجربه. التجربه هي بشكل السابقه لها كتكنيك هو نفس التكنيك فقط اختلاف بالمواد، يعني كأنه راح نستخدم منظومة التايتريشن اللي هي عبارة عن بيوريت وكونيكال فلاسك، وبالتالي شلون نستخدمها بشكل ما موضح بالصورة أمامكم. هنا أنا بين إيدي اليسار هي لازمة البيوريت، شلون الأصابع صح تشوفوها، والكونيكال شلون لازم أني من الأعلى حتى أحركه بصورة سهلة عملية تسريع التفاعل. هنا نجي مثلا للأوكزالات والبرمنجنات مثلا وازناها للمعادلة، هذه المعادلة الأولى تجي شلون وازنتها نقول بالصيغة الأسفل، ماشي، كأنه معادلة موزونة، ماشي. السؤال هنا ممكن نقول لكم يا هذه هنا المعادلة الثانية، يعني بالنسبة للبرمنجنات ايش قد هي؟ موجب 7 برمنجنات، من اجي احسبها هي موجب 7، بحين الام ان هي موجب 2. الاوكزالات C2O4H2 حامض الاوكزاليك هنا انا عندي حيكون موجب، اذا حسب الاكسجين ناقص 2 والهيدروجين موجب 1 وصاروا ناقص 6، تقسيم 2 يصير موجب 3 هنا الكربون، وهنا الكربون بال CO2 هو ايش قد حيكون؟ موجب 4 باعتبار الاكسجين 2 في سالب 2 سالب 4، حتى يتحقق المركب يكون الشحنه مالته صفر، فبالتالي الكربون يكون موجب 4. بس هنا الكربون على
والسي او 2 عددها واحد، فلازم اوازنها. يعني كأنه هنا تصبح 6 وهنا تصبح ايش قد؟ 8. الفرق بيناتهم ايش قد؟ 2 الكترون. يعني الايتال الاوكسالات هي 2، الاوكسالات هي 2. ليش؟ لان هنا كأنه من موجب 6 تحولت الى موجب 8. كذلك البرمنجنات هنا من موجب 7 الى موجب 2، فرق 5. كل ما تعلمنا قبل شوي قلنا الايتال البرمنجنات وين اخليها؟ هي عدد مولات الماده الاخرى اللي هي حامض الاوكزاليك، والايتال الاوكزالات هي تساوي عدد مولات البرمنجنات. ف كل ما تلاحظون كانه وضعنا 2 مقابل البرمنجنات وال5 مقابل الاوكسالات. بعدها اشوف الاكسجين، الاكسجين هنا اصبح عندي من البرمنجنات هو 4 في 2 8. فنروح لل H2O، هنا عدد ذرات الاكسجين في البرمنجنات البوتاسيوم هي ايش قد؟ 8. R2 في 4 8، فبالتالي هذا اللي هو اول مركب بشوفوه هنا 2 في 4 8. فاجي وين اضيف ال 8؟ هنا في ال H2O حتى اوازن عدد ذرات الاكسجين. هنا ال H2 اصبح 8، هنا عندي H2 8. من ضمنها هنا 5 في 2، العفو هنا ال H2 صار 16، العفو 8 في 2 16. من ضمنها 10 موجودة في الأوكسالات اللي هي 5 في 2 هنا، هذه 10. ايش بقى منه؟ 16 3. فضربنا حامض الكبريتيك في 3 اللي هي حتى نوازن H2O. أعيدها، هنا شلون نوازن معادلة الأكسدة والاختزال؟ نوازنها أول شيء نحسب الإيتا لكل من العامل الموكسيد اللي هو البرمنجنات والعامل المختزل اللي هو الأوكسالات. ونحسبهم اشوف العنصر الذي عانى اكسده اختزالي اللي هو هنا الام ان والسي والكربون. الام ان هنا أنا اجي احسبه، شلون احسبه؟ اقول هذا المركب الاول اللي هو كي من او 4 ايش قد الشحنه مالته؟ صفر، يساوي البوتاسيوم باعتباره هو موجب واحد. العناصر الفلزيه القلويه هي بوتاسيوم موجب واحد. الام ان ما اعرفه، انا اريد اعرف الامن ايش قد حيكون، اكتب عليه اكس. الاكسجين 4 ذرات في سالب 2 يصبح سالب 8، سالب 8 موجب 1 يكون سالب 7. فبالتالي لما نحوله للجهه الثانيه ايش يصير؟ العدد الامن هو موجب 7. هنا نجي المن للسي، السي هنا عددها هي 2 وهنا بالنواتج هي 1. لما اجي احسب السي هنا حتكون عندي موجب 3، وهنا السي بالنواتج راح احسبها حتكون عندي موجب 4. بس هنا بما انه 2 العفو زين، فاضربها في 2 تصير كانه هنا عندي 8 موجب 8 وهنا موجب 6. الفرق بيناتهم ايش قد بين موجب 6 وموجب 8؟ هو 2. يعني الايتا للاوكسالات حتكون 2، في حين للبرمنجنات حتكون 5. احنا قلنا الايتا هي نحسبها بالتفاعل به عدد مولات الماده الثانيه، فبالتالي الايتا للبرمنجنات هي 5 حسبناها، نضربها في الاوكسالات، والايتا للاوكسالات هي 2 فنضربها للبرمنجنات. وبالتالي البرمنجنات تنضرب في النواتج ايضا في 2، والاوكسالات اللي هو سي او 2 هنا أنا بما انه سي 2 في 5 هو 10 فنضرب السي او 2 في 10. هاي بالنسبه للمواد الاكسده والاختزال اللي عانت اكسده واختزال. الدور بعدين نجي للاكسجين، نشوف الاكسجين هنا في البرمنجنات هو ايش قد عدده؟ 4 في 2 وزنه من خلال جزيئة الماء، نضرب 8 في جزيئة الماء أصبح عندي 8 في H2O. بعدها نروح للH،
نشوف الاتش بالمتفاعلات او بالنواتج، نشوف 8 في 2 اصبحت 16. زين هنا الاتش 1 عندي موجوده باتش 2 اس او 4 وموجوده بالاوكزالات، بالاوكزالات 5 في 2 10، يروح منه 16، ايش قد بقى؟ 6. وعندي انا بالاتش 2 اس بالاتش 2 اس او 4 هي 2، فاضرب المعادله جزيئه الاتش 2 اس او 4 في 3، فبالتالي نقول احصل على معادله موزونه. هذا الكلام ممكن ان نسوي اختبار ان المن في حاله البرمنجنات مع اف اي بلس 2 بوجود اتش 2 اس او 4، واللي هي موجوده المعادله هنا امامكم شلون وازنناها. هذين جدا مهمات في كيفيه موازنه معادلات الاكسده والاختزال. هنا نكمل الثيوري نقول التجربه ان شاء الله اللي نسويها بعد المكس ميكستشر، وكذلك راح اعطيكم نقول احنا بعض الامثله ربما تجيكم، ربما او الصيغه مالتها ربما تجيكم من خلال نقول الامتحان عموما، امتحانات الكويز خاف نقول احنا نتعرض لامتحان كويز، ممكن ان نشوف طبيعة الأسئلة شلون راح تجي. ماشي، حلا تريدين رابط الحضور؟ بعد ربما تجينا أسئلة في الكويز حسابية، يعني شلون تجي؟ يعني كأنه يقول شلون تحضر، او يجد مثل تركيز الماده من خلال ماده قياسيه، يعني مثل السماد هنا شلون هذا المثال يجينا يقول كالكوليت ذا نورماليتي اوف اتش سي ال، هذا من ضمن الستاندرزيشن اوف هيدروكلوريك اسيد which 25 مللتر اوف صوديوم كربونيت 0.2 مولاريتي ريكوايرد 50 مللتر اوف اتش سي ال ات ان بوينت يوزنج ميثيل اورنج انديكيتر اند رايت كيميكال ايكويشن. بما انه الميثيل اورنج هنا الميثيل اورنج انتبه عليه، فبالتالي اكتب المعادله يعني باستخدام الميثيل اورنج. شنو هي المعادله باستخدام الميثيل اورنج؟ بين 2 اتش سي ال زائد كربونات الصوديوم يعطينا 2 ان اتش سي ال زائد اتش 2 سي او 3 اللي يتحول الى اتش 2 او زائد سي او 2. المعادله مات يعني كانه 2 مول من الكربون مع مول واحد من الكربونات. هنا ايش مطيني هو؟ مطيني الكربونات بصيغه مولاري. صح ولا لا؟ فاما احولها الى نورماليتي و نقول بعد ما احولها للنورماليتي باعتبار الايتا للكربونات هي 2، واحنا نعرف النورماليتي تساوي ايتا في الكيميكال، وبالتالي نقول نستخدم او استخدم قانون المولاريه. قانون المولاريه بين اني الحجم المولاريه على عدد المولات للماده الاخرى او العفو للماده نفسها تساوي الحجم في المولاريه على عدد المولات نفسها، المعادله الموزونه. فبالتالي هنا اتش سي ال انا هنا كانت عندي 50 مللتر، الام اتش سي ال ايش قد؟ هو المطلوب لان كالكوليت نورماليتي، بس هنا نورماليتي وليس مولاريتي. على قد عدد مولاته هو 2 يساوي 25 مللتر في 0.2 باعتبار التركيز مالتنا 0.2
مولاريتي مول على اللتر على قد عدد مولاته واحد. فأطلع المولارية للاتسيال بعد ما استخدمها أحولها إلى النورماليتي. وإحنا نعرف المولاريتي بالنسبة للاتسيال هي نفسها نقول المولاريتي له. ليش؟ لأن الإيتا له هي واحد إيكوفالنت بير مول. أوكي، يعني الحل مالتها بالصيغة التالية، أو من البداية ممكن نقول إحنا نستخرج النورماليتي لكربونات الصوديوم ونستخدم NADA يساوي NBB. هاي بالنسبة لهذا النوع من نقول الأمثلة. ممكن كذلك يقول لك سيارة which twenty five milliliters required 50 milliliters of HCl at end point using linol saline indicator and write chemical equation. انتبه هنا أنا شوية، هنا أنا فينولفتالين يعني 1 to 1 التفاعل مالته وليس 2 to 1، يعني 1 مول من HCl مع 1 مول من الكربونات، يعني هنا التفاعل 1 إلى 1. هنا أنا إما النورماليتي احولها الى مولاريتي من البدايه واستخرج المولاريتي لكربونات الصوديوم، ومن ثم استخدم نقول العلاقه بالمولاريه، او ممكن ان استخدم بالنورماليتي ولكن احسب كانه هنا عدد مكافئات الاتسيال يساوي نصف عدد مكافئات الكربونات. فقط هنا لازم نكون في نتدارك هذا الشيء، وليس عدد مكافئات الاتسيال تساوي عدد مكافئات الكربون. يعني هنا لازم نقول عدد مكافئات الاتسيال تساوي نصف عدد مكافئات الكربون، او نحولها من النورماليتي الى مولاريتي باستخدام النورماليتي تساوي ايتا في مولاريتي، ونستخرج المولاريتي ونستخدم قانون المولاريتي. افضل طريق واسلم طريق. بعد ما نجد المولاريه لل HCl ممكن ان نجد على يا طالب طلابنا هي النتيجه نفس النتيجه، ولكن يجب علي ان استخدم القانون لتحويل. يعني عند اشوف المولاريتي مول على اللتر، نورماليتي ايكوفالنت على اللتر، شلون حولتها؟ من خلال ضربها بالايتر اللي هو وحداته شنو هو؟ مكافئ على المول. الايتا مكافئ على المول، خلوها ببالكم هذه طلاب اللي قبلكم هواي يغلطون بيها، لان الايتا هي مكافئ على المول. حتى حول نقول اليونت اوف كونستريشن من نورماليتي او من مولاريتي الى نورماليتي او العكس. ممكن كذلك يجينا سؤال يقول كالكوليت نور مولاريتي اوف HCl which 25 milliliter of carbon, sodium carbonate اللي هو 0.2 normal required 50 milliliter at end point باستخدام مثل اورنج. هنا انا باستخدام مثل اورنج هنا مباشرة، يعني بما انه الاند بوينت عدد مكافئات ال HCl تساوي عدد مكافئات الكربونات، هو مطيني اياهم بالنورماليتي وهو يريد بالمولاريتي، مو اشكال احنا نطلع النورماليتي HCl ومن ثم نحولها الى مولاريتي. اوكي، يعني القانون بان استخدمه اني واطبق عليه على ضوءه واستخرج نورماليه الاتسيال ومن ثم احولها الى مولاريه اتسيال. هنا أنا بالنسبه للتفاعلات في تحضير المحالي يقول كالكوليت ذا ماس اوف صوديوم كربونيت تو بريبير 500 مللتر اوف 0.2 ايكوفالنت بير لتر. يعني هنا يريد من عندي كتلة كربونات الصوديوم اللي لازم نحضرها، نحضر محلول حجمه 500 مللتر وتركيزه 0.2 equivalent على اللتر يعني normality. إذا عرفنا بأن المولكيولار ماس اللي هو 106 جرام على المول، وهنا طانا ملاحظة قال لي بيوريتي مالته 96، البيوريتي مالته ايش قال؟ 96. فبالتالي هنا
بما انه اريد من عندي اعطاني نورماليتي للمحلول، فاني لازم من الماس، من موليكولار ماس، من الوزن الجزيئي استخرج الوزن المكافئ. بالنسبه لكربونات الصوديوم مش قد لقيتها مالتها اثنين، باعتبار احنا نعرفها اثنين. اوكي، هاي لازم انت تعرفوها، هاي ما مطلوبه، ما مو ضمن المعطيات. فبالتالي الوزن الجزيئي على الايتا اللي هو 2، فبالتالي 53 جرام على الايكوفلانت، هذا ايكوفلانت ماس، كتله المكافئ الغرامية. هنا نجي نطبق قانون النورماليتي، الماس بالغرام في الويت بيرسنتج في الف على ايكوفلانت ماس في على هنا راح شو يكون عندي؟ الماس لانه راح تساوي 0.2 في 53 في 500 على 96% في 1000، وبالتالي تساوي لنا 5.5 مين 0.8 جرام. هذه هنا بالنسبة لي كتلة كربونات الصوديوم. هنا كذلك يجينا سؤال، سؤال الطلاب اذا صوت ناصح يفتحوا الميكروفون مالتكم مال اوكي. هنا فقط اني الالكتروني خاف تحشون الالكترون، هذا انا بدي اتعب نفسي الخاطر، يعني مو يعني انا بالنسبه لي اليوم راحه لي، صح ولا لا؟ فانتوا بدي اتعب نفسي لخاطركم مو الغايه، وراح اعيد اكيد انا بالمنتجون زين. الغايه هي تعليمكم زين، انتبه عليه هنا. انا لما بدي اعطيكم هاي الاسئله هي الغايه حتى تعرفون شلون تجاوبون، هاي الامثله حتى تعرفون شلون تجاوبون، لان دائما السؤال يجيكم، فبالتالي اكو اسئله تكون عليها تكون مفاجئه بالنسبه لي، افكار، وهذه الافكار لازم احنا نتدارك. اوكي، بس نجي لهذا السؤال ايضا، يقول what is the normality of sodium carbonate، وطن المعلومات نطبق على ضوها ونوجد النورماليتي. هنا أنا إيراد النورماليتي يعني كأنه طان وزن، طان حجم، طان بيوريتي. هنا أنا الجديد هو البيوريتي طلاب، يعني هنا أنا لأن دائما احنا البيوريتي نعتبره 100%، بس هنا أنا طان 96 يعني هو ليس 100%. فشلون أدخل البيوريتي في القانون؟ هنا جدا مهم، فهمتوا علي؟ فهذا جدا مهم حتى استخدم القانون، لان هنا مثلا ما موجود احنا عندنا بالحسابات مالتنا البيوريتي، فحتى استخدم القانون بصوره صحيحه واستخدام البيوريتي، الغايه هي ايجاد الوزن الصحيح الدقيق النظري الدقيق. احنا قلنا اكو نظري، هذا هو نظري، واكو عملي، ماشي؟ فبالتالي نقول ايجاد الوزن النظري الدقيق بالنسبه للحسابات مالتنا. هنا أنا كأنه أعطاني وزن، أعطاني حجم، أعطاني الكتلة الجزيئية الإغرامية، أعطاني بيوريتي. شلون أوجد النورماليتي؟ طبعا الكتلة الجزيئية الإغرامية راح أحولها إلى مكافئة، لأن أقسمها على إيتا، فأستخرج الكتلة المكافئة الإغرامية اللي هي 53. أستخدم قانون النورماليتي اللي هو الماس الويت بيرسنتج في الف على ايكوفلنت ماس في الحجم، واستخدم نقول المعطيات اللي اعطانا اياها بالسؤال، وبالتالي اجد النورماليتي لكربونات الصوديوم.
هنا أنا ممكن يقول لك calculate volume of concentration H2SO4. احنا قلنا اخذنا تحضير المحاليل من مواد صلبة، وكذلك اخذنا تحضير المحاليل من مواد سائلة. فهنا اذا كان مادة سائلة احنا لازم نقيس الحجم. H2SO4 حسب المعادلة اللي اعطانا اياها، بان انا لازم اريد من عندي احضر 1 لتر من عنده، 1 لتر يعني الحجم مش قد 1 لتر، مش قد تركيز 2 اكوفلنت على اللتر يعني تركيز نورماليتي من المحلول المركز. اذا عرفت if you know that weight percent 94، النسبة المئوية ما تجد 94، and نقول special gravity هو 1.831 زين، اللي هي الكثافة أو الكثافة النوعية، والأتوميك ماس الهيدروجين 1، الأكسجين 16، الكبريت 32، يعني هنا أعطاني أوزان ذرية. فبالتالي علي أني أوجد الوزن أو الكتلة الجزيئية الغرامية من خلال مجموع الأوزان الذرية. الـ H2SO4 يعني كأنه 2H، يعني في 1 الـ S هي 1 اللي هي 32 في 1 زائد 4 في الأكسجين هي 16. أوجد الماس أو مولكيولار ماس، بعدها أوجد الإكوفلنت ماس اللي هو المولكيولار على الإيتا. الإيتا على H2SO4 إيش قد هنا؟ عدد ذرات الهيدروجين 2، فقسمها على 2، فبالتالي حيكون عندي نقول 49 غرام على الإكوفلنت. هنا اوجد تركيز المحامض المركز ايش قد، اللي هو اعطاني ضمن المعلومات 94 نسبة مئوية مالته، والسبيسيفيك جرافيتي 1.831، وطلعت نقول الماس او الكوفلنت ماس حسب قانون نورماليتي. then نورماليتي تساوي سبيسيفيك جرافيتي الويت بيرسنتج في الف على الكوفلنت ماس. هنا أنا انتبه على هذا القانون، يختلف عن القانون السابق، انتبه عليه. هنا وهنا شنو الاختلاف؟ شوفوه هنا موجود بحجم، هنا ما موجود بحجم. ليش؟ هنا شوفوا بالمادة الصلبة موجود بحجم وألف، وهنا موجودة ب نقول الحجم بالمقام، بينما هنا ما عندي حجم. اوكي اخليوها ببالنا، وهذا سؤال لازم نعرفه، ليش ما موجود عندي حجم؟ ماشي. ممتاز، يعني لان هناك عندي كثافة اللي هي كتلة على الحجم. ممتاز زين. هنا لما اجي اطبق النورماليتي اوجدها، حتكون عندي 35.125 بالالف اكوفلنت على اللتر. هنا عرفت تركيز الحامض المركز، هو شو يريد من عندي؟ الحجم هذا الحامض المركز ايش قد اخذ من عنده حتى احضر 1 لتر من تركيز 2 اكوفلنت على اللتر. يعني كانه استخدم يا قانون التخفيف اللي هو N1B1 تساوي N2B2. إذا تشوفون هنا القانون أنا خليت B1 و2، هنا قلت N1B1 N2B2 ما قلت A و B. هنا هو قانون التخفيف C1 B1 C2 V2، وأستخدم عبارة التخفيف مالت. ماشي. فبالتالي هنا المركز ايش قد الان مالته 35 و125 اكوفلنت على اللتر. الحجم ايش قد اللي انا اريده، ايش قد راح اخذ منه حجم؟ يساوي 2 اكوفلنت في 1 لتر. هنا ال 1 لتر احوله الى ملي لتر، اضربه في 1000، فبالتالي نقول يصبح 2000 تقسيم 35 يعطينا 56.940 بالالف ملي لتر. هذا هو حجم حامض الكبريتيك المركز اللي لازم تحضير 1 لتر نقول من الحامض نفسه تركيز 2 اكوفلنت على اللتر.
يعني انا زين شلون احضر هنا أنا؟ مرات نقول اكتب البروسيجر مالت التحضير، هذا جدا مهم. هنا أنا ايضا لازم نقول التحضير مالته، هنا عندي حامض مركز شلون احضره؟ اجيب بوليمتريك فلاسك او الاشقد او الواحد لتر، لان انا قلت لك هنا واحد لتر صح ولا لا؟ واحد لتر، اجيب بوليمتريك فلاسك او الواحد لتر. زين شو اسوي له؟ 500 ملي لتر اضيف تقريبا ماء مقطر. ليش اضيف ماء مقطر بالبدايه؟ لان انا عندي حامض مركز، هذا الحامض المركز قلنا عليه بالتخفيف يولد حرارة التخفيف، حرارة يولد يبعث طاقة، هنا الطاقة مالته لازم أنا أقللها. ليش أقللها؟ حتى ما أخلي بيه تبخر يكون عندي، ماشي، بحيث الماء يساعد على تبريد، يمتص هاي الحرارة حرارة التخفيف. أضيف كمية من الماء البوليمتريك، ومن ثم أضيف هذا الحجم من SO4، وبعدين أكمل إلى حد العلامة بالماء المقطر. هذه أسئلة عليكم أنتم تحلوها، بيها فكرة، زين؟ أريدكم تحلوها بعد الامتحانات. أوكي، هذه خذوها بيكتشرز، هذه وأريد، هذه واجب عليكم الأسئلة. زين، من ضمن الأسئلة يقول دكتور إذا تركيز المعطى نورماليتي والمطلوب أيضا نورماليتي، ليش نحول إلى مولاريتي؟ هنا حسب الرياكشن مالتي، حوراء، هنا حسب الرياكشن مالتي، الرياكشن مالتي إذا كان باستخدام فينوفتالين للسهولة نحول على المولاريتي للسهولة، بس هو إذا فينوفتالين، انتبهوا علي، إذا فينوفتالين أريد استخدم قانون النورمالية، شو اقول؟ اقول عدد مكافئات الحامض تساوي نصف، يعني 1/2 من عدد مكافئات الكربونات اذا باستخدام فينوفتالين. هنا انتبه، زين شو اقول؟ عدد مكافئات الحامض تساوي نصف عدد مكافئات الكربونات، هذا باستخدام الفينوفتالين وعند استخدام النورماليتي فقط، هذه الملاحظة جدا مهمة. اما اذا شفت نفسي لا اتخربط، لا احاول احولها الى المولاريتي واستخدم قانون المولاريتي فقط هنا. اوكي، هاي السؤالين بها فكره، زين اللي يعرف يحلها الان خلينا نشوف. انا ما بدل ما اسوي لكم نقول كويز عليكم، خلينا نشوف شلون تحلوه. طبعا اشكر حضوركم، وان شاء الله النورماليتي اعيد لكم اياه، النورماليتي هنا فقط اذا اريد نحل بالنورماليتي، ننتبه شوي فقط، باستخدام اذا كان الاستخدام دليل الفينوفتالين، استخدام دليل الفينوفتالين، وبالتالي هنا التفاعل 1 تو 1 مول، ولكن النورماليتي هنا او عدد مكافئات الحامض هي تساوي نصف عدد مكافئات الكربونات، تساوي نصف عدد مكافئات الكربونات باستخدام دليل الفينوفتالين، يعني ال N في ال V للحامض تساوي 1/2 ال N في ال V للكربونات، مفهوم؟ واللي هو صار بيها تقول فد مشكله بالنسبة لبعض الطلاب ما فهموها لما ضربوها في 2، هي بالأحرى الاثنين في الجهة الثانية تكون بالمقام نصف، يعني عدد مكافئات الحامض الهيدروكلوريك تساوي 1/2 أو نصف عدد مكافئات الكربونات، يعني 1/2 في N في V للكربونات. رابط الحضور، ما عندي رابط، انا ما اخليكم رابط حضور، اللي يريد يجي اهلا وسهلا، واللي ما يريد يجي كل الهلا ايضا. نعم، هنا بالمثل اورنج نستخدم النورماليتي عادي، ماشي،
بس بالفينوفتالين تقدر تستخدم النورماليتي، ولكن لاحظ بان هي ان المكافئات يقول الحامض تساوي بعض المكافئات الكربونات او بالمولاريتي. اشكر حضوركم طبعا، واللي احد عنده سؤال أني حاضر لكم، وهذه الأسئلة واجب ربما تجيكم بالكويز يعني. فقط ملاحظة من هاي الأسئلة اللي حاول يحلهم، هنا يشوف الحجم ايش قد صار، هنا فقط يشوف الحجم ايش قد صار. زين، بعد ما نضيف مثلا 100 الى 100 ايش قد صار الحجم. اوكي، بالتوفيق ان شاء الله، نتمنى لكم الامور التوفيقية. رابط حضور ما خلياني، لان هذه تطوعا مني ورغبة منكم انتو، واللي جاي مجبر. انا اسف يعني خليته يجي مجبر. مع السلامة.